وانطلقت الآن الجياد في شوطها الرابع على جائزة فرحان السعودي يرحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز. طيب الله ترى هذا الشوط لجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات من مختلف الدرجات وعلى مسافة 1400 متر، قيمة الجائزة 78,000 ريال. وبسام يتصدر في المركز الأول، نجم وثاب من الخارج وأيضا برق المزن من الداخل. وكما تشاهدون التنافس يعتبر على شده منذ بداية هذا الشوط على اعتبار ان المسافة تعتبر من المسافات القصيرة في هذا الميدان 1400 متر. وصدارة لنجم وثاب متابعة من بسام في المركز الثاني، برق المزن في المركز الثالث، وايضا الشبابي في المركز الرابع من الداخل. اقتربت الان الجياد من المنعطف الاخير لها في هذا الشوط، والتنافس ما بين بسام ونجم وثاب على الصدارة على شد في هذه الأمتار الأخيرة 400. وكما تشاهدون هناك ظهور لمنافس قادم جديد على ما يبدو قاصد الله في هذه الأثناء، والشبابي من الخارج في هذه الأثناء في المركز الأول. يتقدم الآن الشبابي إلى صدارة هذا الشوط، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشبابي ينفرد بالمقدمة في المركز الأول. ألف مبروك.